انا جبت سيبروس باتس عشان انا بحبها، عشان انا مع المقاطعه كنت بشربها وانا صغير من ايام ما كانت ازاز. جبتها دي بصراحه بالتوت عشان انا عاشق للتوت. بس احب اقول لك بالنسبه لطعم التوت، انا جربت طبعا طعمها الجديد والقديم ومعظمها اول مره بجرب التوت. انا احب اقول لك انا مع المقاطعه. احب اقول لك كمان ان انا بصراحه الطعم رائع قوي وطعم غريب فعلا، وما كانش عجباني في الاول، بس لما استلذت طعمها. ده عنب يوناني مش توت، انا اسف برضو. انا حبيت اقول لكم بصراحه واعدل في الموضوع ان هي اصلا عنب يوناني، واحنا بقى ربع منها. لا ده انت تاخد بق وتشوف الطعم وتستلذ الطعم، مزازه العنب. ان انا عاشق لعصير العنب من اول ما نزلت راني، من اول ما نزلت براندات كتير عصير العنب. عصير العنب ما ينفعش تشرب منه زي الميه، ما ينفعش تشرب منه زي الحاجه الساقعه، ينفع تشرب بق صغير وتستلذ الطعم. طعمه رائع جدا وبدور عليه بصراحه. ودلوقتي انا بدور على اي حد بيبيع سيبروس باتس عشان اجيب منها العنب طعم الجديد. طبعا التفاح مميز جدا، ده اللي جربته بصراحه. وانا عاشق للسيبروس باتس لان كنت بشربها من وانا صغير، من ايام ما كانت بالعسل، من ايام ما كانت بالليمون، كان في التفاح والعسل انا فاكر. وصراحة يا جماعة يعني الطعم حلو جدا جدا جدا، ومزازة فيه حلوة وواضحة. مش مزازة مزازة يعني ايه، هو طعم حلو قوي، هو يميل اكتر. انا كنت فاكره من الصورة، ما قريتش غير بعد ما شربت كل الازازة. وايه ده يعني؟ لا ده عنب. انت عارف يعني ايه مشروب غازي بطعم العنب؟ اول ما حدش عملها، ما انا ما شفتش في مصر حد عملها، ممكن بره برضه ما شفتش. ولكن انا احب اقول لك لا، في حاجة جديدة وفي حاجة حلوة بتتعمل في مصر. اشرب سيبروس باتس، اشرب اي مشروب وطني، خليك وطني.